إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه ودينه حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله حديثنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن ظاهرة ذميمة سيئة انتشرت في طبقات المجتمع وانتشرت في أسواقنا وشوارعنا وبيوتنا هذه الظاهرة تؤدي إلى سلوك غير محمود تؤدي إلى هدم البيوت وتؤدي إلى قطع المودة بين المسلمين وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجعل ثواب المبتعد عنها الجنة إنها ظاهرة الغضب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب إياك أن تتصف بهذه الصفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد مرارا يردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب والحديث رواه أحمد فانظر أخي المسلم انظر إلى هذه الوصية الغالية وصية لم يرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون لهذا الرجل فقط بل أراد أو لا بل أراد أن تكون لكل المسلمين على امتداد العصور جيلا بعد جيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها واسمع أيضا إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو يقول قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب ولك الجنة أيها المسلمون لو تصفحنا كتاب الله عز وجل سنجد أن الله سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين الذين يملكون أنفسهم عند الغضب ويغفرون ويصفحون ويعفون بقوله سبحانه وتعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون وبقوله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة
ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فبين عليه الصلاة والسلام أن الرجل الشديد والفارس الشجاع ليس هو الذي يصرع الناس ولا يصرعونه، ولكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال في تفسير قول الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، قال: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. فكم إخواني من مسلم اليوم، كم من مسلم بسبب لحظة غضب هدم أسرته وشتت شملها، بسبب لحظة غضب شحال كم من وكم من إنسان وكم من مسلم هدد أسرته بسبب غضب. وتسبب الغضب كم في كثير من الأحيان تسبب في الطلاق وتسبب في الافتراق، وكم تسبب الغضب في الخصومات الكبيرة مع أقرب الناس مع العائلة ومع الأرحام، وكم تسبب الغضب في قتل النفس التي حرم الله بغير الحق. ولهذا قال الرجل الذي وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب، قال: تفكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ويرددها، قال: وإذا الغضب يجمع الشر كله، وإذا الغضب يجمع الشر كله. وتعال معي أخي المسلم إلى سيرة الذين كانوا أصفياء القلوب لنرى كيف دفعوا بالتي هي أحسن، كيف سيطروا على أنفسهم. وأبدأ بأستاذهم ومعلمهم المربي الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ذكرت الأخلاق فمحمد صلى الله عليه وسلم صاحبها، وإذا ذكرت التربية فمحمد صلى الله عليه وسلم أستاذها. لم ينتقم لنفسه أبداً، لم ينتقم رسول الله لنفسه ولا لذاته أبداً، ولكن كان ينتقم إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ولم يضرب صلى الله عليه وسلم بيده أحداً، لم يضرب خادماً، ولم يضرب امرأة، ولم يضرب دابة عليه الصلاة والسلام ولا شيئاً، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وخدمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خدمه 10 سنين، فما قال له أف قط، ما قال له أف قط. هذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم. ذات يوم وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم على المسلمين، كان في مجلس يوزع الغنائم على المسلمين، يأتيه أعرابي، يدخل أعرابي فيخترق المجلس ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: زدني يا محمد، زدني فليس المال مالك، زدني يا محمد فليس المال مالك ولا مال أبيك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدقت، إنه مال الله ليس مالي ولا مال أبي، قال: صدقت، إنه مال الله. فلو يعلم هذا الأعرابي وغيره أن عاقبة الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإعدام أو السجن أو العذاب الأليم لما تجرأ على فعل ذلك، ولكنهم عرفوه صاحب القلب الرحيم، القلب المملوء بالشفقة والرحمة على المسلمين. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي، زاده عطاء. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان واقفا فقال: يا رسول الله، سيدنا عمر كان قوي، قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا الأعرابي، دعني أضربه يا رسول الله، فهذا الإنسان قد تجاوز حده. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، دعه فإن لصاحب الحق مقالة، دعه يا عمر فإن لصاحب الحق مقالة. فليس هناك انتقام للشخصية، وليس هنالك انتقام للنفس، وليس هنالك حقد دفين، ليس هناك انتقام كما قلنا، ولكن هناك قلب رحيم، قلب رحيم. وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب نجراني غليظ الحاشية. كان أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبس ثوبا غليظا غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، أدركه أعرابي فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه جبذة شديدة،
وقد أثرت، يقول أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت الحاشية في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي من مال الله الذي، أعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. هذه هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين نحن منها؟ أين نحن من هذه الأخلاق؟ منا من يغضب لأتفه الأسباب، منا من يغضب لأتفه الأسباب. إذا أخطأت معه زوجته في أي أمر من الأمور، إذا أخطأت معه زوجته في أي أمر من الأمور، حتى وإن تأخرت عليه في طعامه أو شرابه أو نسيت أمرا كان قد أوصاها به، فإنه يقيم الدنيا ولا يقعدها. وكلنا مرضى بهذه الظاهرة، ظاهرة الغضب، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا إخواني، الذي يريد أن يعيش كما يقال لا بد أن يتحمل، الذي يريد أن يعيش لا بد أن يتحمل وأن يصبر وأن يترك الغضب جانبا. وعليه أن يعود لسانه على الكلمة الطيبة، أن يعود لسانه على الكلام الجميل، وأن يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ذات ليلة خرج الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، خرج ليتفقد أحوال رعيته. خرج ذات ليلة الخليفة ليتفقد أحوال الرعية، وكان في صحبته شرطي. فدخل مسجداً، دخل مسجد، وكان المسجد مظلماً ليس فيه ضوء، المسجد كان مظلماً. فتعثر عمر برجل نائم، تعثر به برجل نائم، فرفع الرجل رأسه وقال له: أمجنون أنت؟ رجل من عامة الناس يقول للخليفة: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. قالوا: لا، لا، أنا لست مجنون. أمجنون أنت؟ قال: لا. وأراد الشرطي أن يضرب هذا الرجل، فقال له عمر: لا تفعل، لا تضرب، إنما سألني هل أنا مجنون، فأجبته بلا، أنا لست مجنون، لا تفعل، لا تضربه، إنما سألني: أمجنون أنت؟ فقلت له: لا. وكانت جارية تصب الماء على يدي جعفر الصادق رحمه الله، فوقع الإبريق من يدها فانتثر الماء عليه، فاشتد غضبه، اشتد غضب جعفر، فقالت له: يا مولاي والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. فقالت له: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. فقالت: والله يحب المحسنين. فقال: أنت حرة لوجه الله. فأين هذه الأخلاق أيها المسلمون؟ أين هذه الأخلاق في دنيا اليوم؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. استغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، ربما يسأل سائل: كيف لي أن أتخلص من هذه الظاهرة، ظاهرة الغضب؟ كيف لي أن أملك نفسي عند الغضب؟ أيها الإخوة، لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم علاجاً لهذا المرض، وضع النبي صلى الله عليه وسلم علاج لهذا المرض. العلاج الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله، حينما يأتيك الغضب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. روى البخاري ومسلم عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه، رجلان يتشاجران ويتخاصمان ويستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد.
إني لأعلم كلمة لو قالها هذا الغضبان وهذا الذي انتفخت أوداجه واحمر وجهه لذهب عنه ما يجب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العلاج الثاني السكوت. حينما يغضب الإنسان يسكت. روى الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت. لأن الإنسان إذا تكلم وهو في تلك الحالة، في حالة الغضب، فإنه سوف يسب وسوف يشتم وربما يكفر بالله تعالى. لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت. العلاج الثالث تغيير الهيئة. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. يغير هيئته. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، يجلس إلى الأرض. فإن ذهب عنه ما يجد، وإلا فليضطجع. إذا جلس ولم يذهب عنه هذا الغضب فليضطجع. العلاج الرابع الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، إنما تطفأ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، إذا غضب أحدكم فليتوضأ. العلاج الخامس التذكر بأن كظم الغيظ أجره عظيم عند الله. أن يتذكر الإنسان بأنه إذا في حالة غضب إذا كظم غيظه فيكون أجره عند الله عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من أي الحور العين ما شاء، من أي الحور العين شاء. والحديث رواه أبو داود والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. فيا من تبحث عن السعادة، تبحث عن السعادة في الدنيا والآخرة، ويا من تبحث عن طريق الجنة، لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. هذه وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا العدل في الغضب والرضا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واجعل رايتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك، اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم وسدد رميهم يا رب العالمين، اللهم وحد كلمتهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، يقضي الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا معهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.